متابعين قناة شوف تيفي، صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا، صباحكم مبروك، رمضان مبارك سعيد، اول يوم في رمضان، الله يدخل عليكم الصحة والعافية، وباش ما اتمنيتو امطار الخير في اليوم الاول من رمضان. كيف داير الجو في مدينتكم هذا الصباح؟ مرحبا بكل المتابعين الاوفياء، رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم وعلينا بالصحة والعافية، وباش ما تمنيتو الله يشافي كل المرضى، والله يرحم جميع اموات المسلمين. امطار الخير كتعرفها الحمراء البيضاء هذا الصباح، صباحكم مبروك، نتمنى تقضي معنا اوقات جميله، هذه الاجواء الصباحيه في اول يوم من شهر رمضان، طبعا 7:43 دقيقه، مرحبا بكم، صباحكم مبروك طبعا، صباح الخير والرباح على الناس اللي كتقول بكري طبعا، عبدو ربي 7 ديال الصباح راكم تفايق. اذا نتمنى وان شاء الله الدعوات ديالكم، احنا معكم في هذه الجوله الصباحيه وفي هذه الدردشه عبر الشوارع الحمراء البيضاء، هذه الاجواء ديال تطوان مع امطار الخير القويه اللي عرفتها تطوان هذا الصباح. قولوا لنا من كتبعونا وكيفاش دايره الاجواء في المناطق ديالكم، نتمنى الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء. شكرا لكل المتابعين الاوفياء داخل تطوان وخارج تطوان، هذه الاجواء الصباحيه من قلب المدينه، زخه مطريه وانخفاض درجه الحراره طبعا حسب مديرية الأرصاد الجوية اللي كتحضر كذلك أنها تكون أمطار اليوم وربما حتى غدا إن شاء الله، ونطلب الله دائما كما تقولوا الله يرحمنا قد نفع وقد قوادسنا. وجدوا راسكم كما حسب البلاغ أمطار زخات رعدية في عديد من المناطق اليوم الأول من رمضان. إذن هذه الأجواء ديال تطوان طبعا اليوم عاصمة الضباب، تطوان تقريبا بحال عاصمة الضباب، لاحظوا الصور غنية عن كل تعليق متتبعينا. عبد الله صباح الخير سيدي، علال البحراوي صباح النور، ناجية صباح الخير، رمضان مبارك سعيد لكل متتبعينا الأوفياء، نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير. غادي ننطلقوا الحمد لله بسم الله على بركة الله من قلب المدينة في اتجاه الحي الإداري، ونقول لكم الأجواء ديال تطوان هذا الصباح مع تسخات المطارية، لاحظوا سبحان الله، يعني رغم أن اليوم يعني تقريبا نصف ديال شهر 4، جو خريفي ربيعي، عفوا جو ربيعي ولكن أمطار الخير. قولوا لنا كيفاش دايرة أنتم الأجواء في المدن ديالكم، واش من الناس اللي كتنوضوا بكري دائما، علاش كتنوضوا؟ طبعا كاين الناس اللي كتصبح نعسة، كاين اللي عنده الخدمة، كاين اللي كيفيق، واخا المهم كيفيق لأن كل واحد كيفاش الطريقة ديال نمط العيش ديالو، كاين اللي كيفيق بكري خدام، وكاين اللي كيفيق ويفيق وصافي، وكاين اللي كينعس ما كيروح حتى كيكون الفقي تيطيستي الميكرو ديال المغرب. طبعا كاين هاد الفئات للاسف اللي ناخر تيبقى قصار حتى الصباح وتينعس حتى المغرب، يعني كاين الناس اللي كتموت اقل من دقائق فقط قبل اذان المغرب. اذا هذه الاجواء الصباحيه ديال تطوان، مرحبا بكل المتابعين الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن، اليوم الاول ديال رمضان، رمضان مبارك سعيد كل المتابعين الاوفياء من شارع المسيره امام مسجد المصلى. هانتوما كتلاحظوا الاجواء الصباحيه، زخات مطريه، وطبعا مديريه الارصاد الجويه تتحضر زخات مطريه قويه ورعديه كذلك، ومزيد من الحيطه والحذر مستعملين الطريق في اول يوم رمضان. طبعا كنشوفوا غادي نشوفوا الحلقه الاولى ديال ترمضينا ما كاينها، اعطيني نعطيك، الناس اللي تدابز والمدابزات والصداع والغوات اول ايام رمضان وفي هذا التوقيت، يعني لاحظوا انه الان 7:45 دقيقه وجو غائم، البرد، الشتاء، من المنتظر نمشيو لشي حي شعبي ولا شي منطقة ولا شي سوق ممكن نلقاو هادي بلاصتي وهادي ماشي بلاصتي، وبالك وحيد الغوات والصداع والروينة في الدقيقة الأولى، علما أن الإنسان معرفتش أنا واش كيربطوها هي بالماكلة زعما ولا هو عامل نفسي ولا مسرحية ولا رجع عرف رجع تقليد، لأن هو تصحى في 4 ديال الصباح واكل في 4 الصباح وهذه 7، 4 5 6 7 يعني 3 ساعات 4 ديال الساعات في الوقت العادي، كيفطر حتى ل 10 11 ديال النهار 12، كاين اللي كيفطر حتى ل 1 2 يعني عادي، ولكن السؤال المطروح هو علاش هذا العنف تيوقع دائما وهذه الدبزه في الايام الاولى وفي الدقائق الاولى من شهر رمضان للاسف. اذا هذه الاجواء الصباحيه متسدين، احنا معكم شارع جيش الملكي، لاحظوا معنا الاجواء، رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم الصحة والعافية، وباش ما تمنيتو الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياة الطبيعية والدعوات ديالكم في هذا اليوم الأول، وكذلك
الله يرحم جميع اموات المسلمين والله يشافي كل المرضى. بالمناسبه والله العظيم توصلت بواحد التسجيل صوتي هذا الصباح بواحد الشاب مدينه كوالا، وبغيت كل المتسبعين ديالنا يدعوا معاه، جاه السرطان في الخصيه ديالو الله يشافيه، الظروف الاجتماعيه صعيبه. طبعا صيفطوا لي التسجيل صوتي هذا الصباح، غادي نحدوا معهم موعد طبعا، وباغيين يوصلوا الرساله ديالهم للمحسنين باش يتعاونوا معهم، لان الظروف الماديه صعيبه. ونتمنوا كذلك الدعوات ديالكم بالشفاء، الله يشافي هذا الشاب لان جا سرطان في العضو الذكري ديالو يعني الخصله ديالو، وانتم كتعرفوا الله يحفظ السرطان المرض الفتاك. اذا دائما متسابقين غنشوف تبعي معكم في الجوله الصباحيه، نتمنوا الدعوات ديالكم بالشفاء لكل المرضى ولهذا الشاب اللي صبح التسجيل الصوتي ديالو عندي في الواتساب تيطلب ان شوف تيفي تجي تصور معاه باش المحسنين يعاونوا على الظروف الاجتماعيه الصعيبه. بغينا الدعوات ديالكم، الله يشافيه ويشافي جميع كل المرضى. من شارع جيش الملكي بالشفاء العاجل ان شاء الله، يقول جواد امين رب العالمين. الله يشافي كل المرضى، والله يرحم جميع اموات المسلمين، والله يسهل على كل واحد، والله يرفع لنا الوباء وترجع الحياه الطبيعيه، والله يرحمنا قد نفع وقد اقوى. تسنى جوله ودردشه صباحيه مع الحباب، رمضان مبارك سعيد، الله يدخل علينا وعليكم الصحه والعافيه وباش ما تمنيتوا ومزيد من الحيطه والحذر. بصراحه بغض النظر على ما يقال، قرار شد فتح شد، السؤال المطروح هو مجموعه ديال الدول مثلا كتحصد ضحايا بكورونا، حنا في المغرب الارقام ديال الوفيات كتطلع وتهبط يعني كترتفع وكتنخفض، ولكن مازال كورونا تقتل بغض النظر ديك واش كورونا كتخرج بالليل ما كتخرجش بالليل كذا، هذاك موضوع كيبقاو الناس ديال الاختصاص كل واحد كيتحمل مسؤوليته. حنا بالنسبه لنا انت اخي وانت اختي اللي معنا في هذا البث المباشر في هذه الجوله الصباحيه، الله يخليكم كل واحد يدير المزيد من الحيطه ويردوا البال، ردوا البال، كورونا ما زالت تصول وتجول وتقتل. اذا نتمنوا الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء، ونتمنوا كذلك ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل. جوله ودردشه مع الحباب، هذه الاجواء ديال تطوان في هذا الصباح. غادي نرجعوا معكم لوسط المدينه بعد ما انطلقنا من حديقه رياض العشاق عبر شارع جيش الملكي اتجاه وسط المدينه، ونشوفوا الاجواء الصباحيه. تبارك الله، رمضان مبارك سعيد، الله يبارك فيكم، الله يشافيه ويعافيه امين رب العالمين، الله يشافيه. نتمنوا الدعوات ديالكم بالشفاء لكل مرضى، الدعوات ديالكم متسبعين سواء داخل الوطن او خارج الوطن، لان كاين بزاف الناس كتعاني في صمت. الله يشافيهم والله يعافيهم، الله يكون معاهم، والله يرحم جميع اموات المسلمين في هذا الشهر المبارك الفضيل. طبعا هذه الاجواء الصباحيه كما كتلاحظوا، زخات مطريه. مرحبا يوسف التطواني، شكرا، الله يبارك فيك يوسف، مرحبا بكل سكان تطوان وكل المغاربه وكل الجاليه المغربيه داخل الوطن وخارج الوطن. اول يوم ديال رمضان، على كل حال اجواء جميله وتبارك الله عليكم، حتى انتم كتفيقوا كري يعني مزيان. طبعا هو نوض بكري بذهب مشري، نطلب الله شي ذهبي كل عام شري متلوف هنا في شي درب او في شي زنقه، على هو هذا الاطار المستملحه الصباحيه. طبعا الناس اللي كتفيق بكري ومتبعه معنا اللايف، على ما يبدو ما كاينش شي واحد كيترمضن زعما، لان من خلال التعاليق ومن خلال الحضور كنشوف الامور يعني تبارك الله النشاط، وهذا الشيء اللي بغيناه. ما بغيناش طبعا الترمضينه، ما بغيناش الاعصاب، انا كنعتبرها بصراحه مسرحيه لا اقل ولا اكثر، لان ما عندها حتى شي معنى، حرام مطلق في اول شهر رمضان، بغض النظر ماشي على النهار الاول ولا الساعه الاولى ولا 30 يوم، هو هي 30 يوم هي صوم وتصح. بالعكس راه كاين الناس كتاكل بلا فرن بالليل بالنهار على مدار الساعه على مدار الدقيقه، هذه ربي تبارك الله. هذا صوم وتصح يعني وافي الاجر، حنا رمضان كنصوموا لوجه الله تعالى، ونطلبوا الله الخير ويكون مقبول مع عند الله، هذا هو الاهم. صباح الخير حميد، وجهكم مبارك، الله يبارك فيك سي حميد وكل متابعينا الاوفياء. هذه الاجواء الصباحيه من شارع جيش الملكي، انتم كتلاحظوا الاجواء مع الزخات المطريه. نتمنوا تقضيو معنا اوقات جميله متسبعينا. انا عندي كندا، اوكي اذا نتمنوا الدعوات ديالكم، نتمنوا الله يرفع علينا هذا الوباء. هذه الاجواء الصباحيه ديال تطوان، طبعا الدنيا خاويه، 7:52 دقيقه، 7:52 دقيقة. نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير متابعينا من شارع جيش الملكي، على مقربة من مدارة إيسو في اتجاه، غنمشي على العقلة لأن جيت على شارع المسيرة،
نمشي على الباب العقلاس يوسف التطواني. من اي حي كتابعنا الان؟ من اي حي السكان ديال تطواني كيتابعونا الان؟ بغينا نعرفوا الاحياء والشوارع والازقه اللي متابعين معنا هذا المباشر. امير اهلا وسهلا. حميد النشاط خويا طبعا، وطبعا خصو يكون النشاط. اذا نتمنوا الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء، هذا هو الاهم. ومزيدنا الحيطان حضر مستعملين الطريق، لان تسخات المطار هي كدير الكليساج كدير الزلق، يعني خصها في الطريق. الرابطه بين تطوان طنجة على مستوى الجامعه القرويه عين الحصن المعروفه بمجموعه ديال المنعرجات الخطيره. نتمنوا في هذا رمضان الحقيقه ما نسمعوش جريمه قتل، ما نسمعوش اعتداء خطير، ما نسمعوش اصابه معها مستديمه، لان احيانا تيوقعوا جرائم خطيره وخطيره بزاف بسبب هذا المشكل. اذا نتمنوا دائما المتسابقين، نشوف تابعنا معكم في الجوله عبر حي باب العقله اتجاه وسط المدينه. غادي نقول لكم الاجواء ديال قلب تطوان 49 دقيقه. اذا نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير. لا كنحترموا السي ماما الراجلين، بالله ما تقول لنا خويا السي زكريا ماما الراجلين، راه كنحترموا واخا تيكون دايس فيها المش. الله يهديك خانو السير لتذكيرنا مدينه تطوان والساكنه ديالها مشكوره من الناس اللي كيحترموا ماما الراجلين. اي واحد المساله كتلقى انت ماجي وشي واحد دار ديباسا النص ما عندك صافي، يعني هو داز، اذا كان واقف تعطيه يدوز. هذه مساله معروفه لان الانسان يحترم القانون، اي قانون ماشي امام الراجلين. شكرا على السي زكريا، ربما العوينات مازال ما مفتوحش مزيان، مع الشتا ما شفتينيش احترمت القانون، ماشي مشكل. تحيه لكل المتابعين الاوفياء من العوينه، من العوينه على مقربه من كاسا بلوكي، هذه هذا هو العوينه المعروفه هنا في مدينه تطوان. هنا كان واحد السوق تبنى سنوات للاسف، وكان اكبر خطا. اذا كاسا بلوكي باب العقله عفوا رياض العشق في اتجاه جامع مزواق يوسف التطواني. تحيا لكل المتابعين من حي جامع مزواق. اذا تحيا لكل المتابعين من حي جامع مزواق، طبعا احد الاحياء الشعبيه الكبيره اللي تبارك الله معروفه في تطوان وعندها كثافه سكنيه كبيره، حي جامع مزواق، واللي تضرر كذلك في الفيضانات الاخيره مجموعه ديال المنازل والشقق والمحلات التجاريه اللي غمرتهم المياه في هذا الحي ديال جامع مزواق. وتما شفنا سيارات تجرفها المياه اللي هودت في شارع الريف على مستوى خندق الزربوح، واللي مشاو جهات اخرى طريق سامسه. على العموم عدد كبير ديال الناس اللي تضروا بالفيضانات. ياسر من بغداد، تحيه لكل متابعينا من بغداد، تحيه الجاليه المغربيه المقيمه بالمهجر اي بلد كيفما كان. في اتجاه وسط المدينه اول يوم رمضان زخات مطريه، الحمد لله على كل حال، الله يرحمنا قد نفع وقد قواتنا. زهير من اسفي، تحياتي ليك وتحيه لكل. كيداير الجو في اسفي سي زهير؟ اذا هذه الاجواء، قولوا لنا حال الطقس ديالكم وين كتابعونا متابعينا، بغينا نعرفوا حال الطقس في اليوم الاول ديال شهر رمضان المبارك. تطوان انتم كتلاحظوا جو يعني شتوي 100%. تحيه عبد العزيز من روتردام، تحيه الجاليه المغربيه المقيمه بهولندا. طبعا هولندا من المدن السياحيه الجميله، ولكن للاسف اللي عرفت عدد ديال الضحايا بالجمله والوفيات بسبب الكوفيد 19. في ياسير صباح النور. اذا من تطوان دائما متسابقا، نشوف طبيعي احنا معكم في الجوله الصباحيه عبر شوارع الحان البيضاء ديال الاجواء ديال تطوان. نتمنوا تقضي معنا اوقات جميله. وصلنا معكم الساحه الشهيره قلب المدينه، ساحه مولاي المهدي بلاصه ابريم. وهذه الاجواء الصباحيه، تحيه للناس ديال خنيفره، سي محمد من خنيفره المحطه القديمه. يا سي محمد يوسف راه وصلت للبلاصه بريم الخاصه في اتجاه طبعا ساحه مولاي المهدي. الدنيا خاويه، المقاهي، المطاعم، كاين هاد النساء ديال الموقف هنا الله يعاونهم، الناس هاد النساء ديال الميناج بساكن. انتما كتلاحظوا 7:54 دقيقه في انتظار الذي ياتي او قد لا ياتي، ونتمنوا ان شاء الله الدعوات ديالكم. هذه الاجواء الصباحيه من ساحه مولاي المهدي بلاصه بريمو الخاصه. انتما دابا الخاصه يا سي يوسف.
تحية سي أحمد من مدريد، العاصمة الإسبانية مدريد. تحية لكل المتابعين من مدريد. سي أحمد، كيف داير بن علي؟ كامل الأجواء في مدريد؟ طبعا مدريد العاصمة الإسبانية من المدن الجميلة. نتمنوا الخير، نتمنوا الدعوات ديالكم. انتم كتلاحظوا الأجواء الصباحيه ديال تطوان، الشوارع كلها خاويه فارغه، مازال المؤسسات العموميه والشبه العموميه مازال كلشي مقلق. ليلى كتقول الجو غائم في مدينه طنجه. محمد من اكادير. زهير في اسفي، زورنق اسفي. تحياتي ليك وتحيه لكل المتابعين باسفي. كاين زميلنا مراسل قناه شوف تيفي في اسفي ونواحيها من شارع الوحده قلب تطوان. انتم كتشوفوا الاجواء الصباحيه متتبعين، اجواء الفراغ ثم الفراغ. طبعا كل مازال ناعس، كاين الناس اللي كتفيق معطله. شكرا بزاف شيفور ديال التاكسي زكريا، مرحبا. تحيه زكريا، تحيه لكل سائقين السيارات تاع الاجره سواء الصغيره او الكبيره، وكل سائقين الحافلات والشاحنات ومزيد من الحيطه والحذر مستمعين الطريق. عبد الرحمن من مدريد، تحيه للناس ديال مدريد العاصمه الاسبانيه. ناجيه من المضيق كتقول ما كاينش الشتاء غير الشرقي. طبعا هذه مساله معروفه، احيانا تطوان كتكون فيها الشتاء والمضيق ما فيهاش الشتاء ومرتين ما فيها الشتاء او العكس الصحيح. هذه الاجواء الصباحيه ديال تطوان. نقول لنا من كتابعونا متتبعين، احنا معكم في الجوله الصباحيه. لاحظوا 7:58 دقيقه، قولوا لنا من كتابعونا دقيقتين تفصلنا عن الساعه 8 صباحا. هذه الاجواء كنشوف المتتبعين ديالنا كاملين الحمد لله. تحيه لعماد من دريوش، هادو كاملين ما كيترمضوش، هادو كاملين ضابطين نايضين بكري فايقين بصحه جيده النشاط. هذا هو الاهم. من شارع موريتانيا في اتجاه شارع الحسن الثاني ونطلعوا على البالما بلانكا طبعا الحمامه البيضاء شعار تطوان. هذه هي الاجواء الصباحيه. زرنا في قولميم عماله ميسور، مرحبا. تحيه الناس ديال ميسور، تحيه الميريا، تحيه الناس ديال الميريا الوافي من الميريا، مرحبا. تحيه الناس ديال إيساقن. جمعه تصحيم السياحه والسفر في الجو جميل. هذه زنقه قويه خنيفره فيها الامطار الحمد لله. تحيه الناس ديال خنيفره من اسبانيا مدينه يا الشباب مرحبا. اذا تحيه لكل متابعينا من اسبانيا وتحيه لكل متابعينا داخل الوطن وخارج الوطن. هذه الاجواء الصباحيه، صباحكم مبروك ونهاركم مبروك واول يوم شهر رمضان. نتمنوا الدعوات ديالكم. اسفي ما فيها الشتاء، اكادير فيها البرد. محمد ايوب من اسفي، تحيه من مراكش. عماد، تحيه لكل متابعينا من مراكش. إذا هذه الأجواء، هذه الأجواء الصباحية ديال تطوان متتبعي قناة شوف تيفي. نتمنوا تقضي معنا أوقات جميلة في هذه الدردشة. مرحبا بكم أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. زخات مطرية، تحية العربي من جرشيف، تحية الناس ديال جرشيف وتحية لكل المتابعين الأوفياء في ربوع المملكة والجالية المغربية كذلك. طبعا هذه 8 وبدينا معكم في 7:45 دقيقة. إذا نتمنوا تكونوا بخير وصحة جيدة والدعوات ديالكم طبعا، وكما قلت الدعوات ديالكم. الله يرحم جميع أموات المسلمين، الله يشافي كل المرضى أمين يا رب العالمين. شي دويرة حدا الحمامة البيضاء. أنا ماشي ليها يا أخي في اتجاه بالون بلانكا، في اتجاه سي أيوب على مقربة من الحمامة البيضاء. ها هي أمامك أقل من دقيقة، عادي نوقفوا مع الحمامة البيضاء ونسلموا كل سي جواد مرحبا. لا لا سي جواد، لا نفس طويل تبارك الله. تحيه من فرنسا الى الاصدقاء المدينه الجميله. عين خباز يقول ماشي دوران باب العقله من تما جيت. زكريا من باب العقله. احنا وصلنا للحمامه البيضاء، ها البالوما بلانكا متتبعينا، ها شعار تطوان. غادي نوقفوا هنا نعطيكم هاد الصوره ندردشوا مع الحباب من الحمامه البيضاء شعار تطوان. ناجيه الله يعاونك، شكرا ليك، انت نهارك مبروك، الله يعاونكم.
طبعا العنصر النسبي كاين اللي خدام كاين اللي دابا الحمر بيضاء. يقول يوسف التطواني من جامع مزوق، غادي ندوزو عليك السي يوسف، غادي نمشي على الرمانه وغادي نطلع على شارع ديال الطوبيسات ونخرج جامع مزوق والعوده الى حي البري. اذا من تطوان دائما في اتجاه الرمانه، من الرمانه غادي نطلعوا لجامع مزوق عبر شارع المخطبي حي الباريو ثم ديور الحجار، ونودعكم في وسط المدينه. هذه الاجواء الصباحيه 8 ودقيقه، كيف داير الاجواء في المدن ديالكم وتتبعينا في هذا. نتمنوا علاش تطوان تسمات بهذه السميه، لان تطوان هما العيون وتطوان فيها العيون بزاف ديال الماء وكذا، هذا علاش تطاوون، يعني هذا هو الاسم ديال تطوان علاش تسمات. ماريا رمضان مبارك سعيد، الله يبارك فيك. اذا من تطوان دائما متسبعين، كنشوف تطوان معكم في الجوله الصباحيه عبر الشوارع الحمراء البيضاء. لاحظوا الاجواء ضبابيه، الجو ممطر في الحمراء البيضاء، والله يرحمنا قد نفع وقد قوتنا، لان البنيه التحتيه لربوع المملكه تبكي لحالها، والفيضانات الاخيره عربون لضعف البنيه التحتيه في كل المناطق، سواء الفيضان ديال الدار البيضاء او تطوان او طنجه اللي خلف 28 قتيل في الوحده الصناعيه. بمناسبه نترحموا على هاد الضحايا ديال فيضان طنجه. من مدارة الرمانة في اتجاه شارع الريف عبر حي خندق الزربوح وصولا عند يوسف التطواني الجامع مزوق. اذا سي يوسف، اذا كنت قريب علينا في الاستماع، انت عارفني من غادي نطلع، اذا جبرك في الراس ديال العقبه ندردشو معك في المباشر، غتكون اول واحد نتبع معنا المباشر، غادي نصادفوك. مرحبا، انا سي يوسف، اذا كنت قريب بالزربه ندردشو معاك في اول متتبع ديالنا يكون في رمضان، يوسف التطواني من حي جامع مزوق. انت عارف الطريق المسار اللي غادي نمشي فيه، اذا كنت قريب عليا بالزربه واخا بالشندر واخا بالشرط غنخرج، ماشي مشكل. اذا من تطوان دائما صباحكم مبروك، تحية نلتقى نشوف طبيعة البلاد الدولة، امين. شكرا. علاش شركة التغذية ما كتجيش يا ما فهمتش السؤال. مرحبا، يلا سي يوسف انزل نلقاك، انا غادي نطلع في هذه العقبه اللي كتمشي على الشمال، ماشي على اليمين اللي كتخرج في شارع المامون، اللي غتخرج جامع مزوق. اذا قريب عليها غتكون اول واحد دوزتي معنا في رمضان في هذا الصباح. يا لا سي يوسف، يلا اذا قريب مرحبا، اذا كاسول راك انت بلتي لي كاسول اللي بلتي ديك الضحكه. اذا متسبعين من شارع الريف اتجاه حي جامع مزوق عبر الشارع الكريم الخطابي، غادي نمشي من شارع هذا شارع الريف، غادي نوصلوا لجامع مزوق. وإذا كان شي متتبع أو شي متتبعة معنا في هذا الشارع، طبعا كما كنا كنديروا في السنوات الماضية، أنه كنصادفوا شي واحد متابع معنا المباشر. هنا معنا يوسف التطواني، لا شارع المامون، أنت في شارع المامون، من جهة في شارع المامون؟ تما غادي نطلع، غندوز على جامع مزوق وغنطلع على شارع المامون المؤدي الى الباريو. زكريا كيقول الدنيا ناسا من السبعه وانا واقف في البروده سائق تاكسي في منطقه الباب العقله في انتظار الذي ياتي او قد لا ياتي، طبعا الحاله عيانه. نطلب الله الخير، نطلب الله تنتعش الحركه. وطبعا سي زكريا انت عارف يا اخي التاكسي الان في الصباح صعيب، يعني يكون محسوب على رؤساء الاصابع الناس اللي عاد تاخذ التاكسي، لان الاغلبيه باقي ناعس، كلشي باقي ناعس. انت كتشوف سي يوسف، انا طلعت مع الطلعه هذه فين الجامع، واش انت على الطريق خرجتي ولا مازال؟ واش من الصيدليه الاولى؟ الصيدليه الاولى على العموم، حنا طالعين في هذه الطلعه، اذا لقينا السي يوسف عادي ندردشوا معاه متسبعين، غيكون اول متسبع ديالنا اللي مع اللي بدينا المباشر هو متابع معنا الجوله الصباحيه، غادي ندردشوا معاه واش تصحر ما تصحرش في المباشر طبعا. اذا كاين هذا المسجد، هذا انا قريب نجيب، انا قريب في طابوله. مرحبا، تحيه الناس ديال طابوله، شنو بلاصه في طابوله سي نجيب؟ اذا من تطوان دائما احنا معكم في الجوله الصباحيه من حي جامع مزوق، من حي جامع مزوق، تحيه الناس ديال طابوله، تحيه
هي نكونوا متابعين من طابولة. نجيب عندك ديك الحملة ودي الله يحفظ مع الله يسر. سلام اخي تفطر معايا في طنجة في المغرب، مرحبا. تحية الناس ديال طنجة عروسة الشمال، ربي الله يكبر بك الحسن. اهلا وسهلا. شوية دانا في اتجاه هذه جامع مزواق متتبعينا، غادي نمشي في اتجاه شارع الميمون عبر الباريو في انتظار يوسف. واش عاد يخرج يوسف ولا ما يخرج؟ سي يوسف، السي يوسف فينك؟ واش عاد تكون مشاهد ولا كاس ولا السي يوسف؟ صباح هذا. إذن في اتجاه شارع المامون دائما نحن معكم في هذه الجولة الصباحية. هذه الأجواء ديال تطوان في اتجاه شارع المامون، هذا حي جامع مزوق. تحية العربي من برشلونة، تحية لكل متابعينا من كاتالونيا ومن برشلونة المدينة السياحية الجميلة. عرفنا السي يوسف التطواني واش غيكون كاس ولا مجتهد. قلنا في جامع مزوق شارع المامون، احنا في اتجاه شارع المامون. إذن دائما احنا معكم في الجولة الصباحية عبر الشوارع الحمراء البيضاء. هذه الأجواء ديال تطوان، قولوا لنا مين تتابعونا وكيفاش دايرة الأجواء في المناطق ديالكم، في المدن ديالكم، في الدول ديالكم. عزيز بناني من فاس، تحية الناس ديال فاس العاصمة العلمية. حدا المقابر هذا المسجد يصلي وطئ نجيب، مرحبا. إذن من تطوان دائما متسبين احنا معكم في هاد سطات، تحييكم. تحية الناس ديال سطات عبد الرحيم، أهلا وسهلا. سيدي قاسم بها الخيرات الحمد لله، تحية الناس ديال سيدي قاسم. إذن متسبين احنا مازال معكم في الجولة الصباحية عبر شوارع الحمراء البيضاء من شارع عبد الكريم الخطابي، عفوا شارع المامون في اتجاه شارع عبد الكريم الخطابي. هذه الأجواء الصباحية. تحية نزيل أسفي محمد، تبارك الله على أخي والله راك عزيز من برشلونة. تحياتي لك وتحية لكل متابعينا من برشلونة، وأنا عزيزة عليا برشلونة يا أخي، من العشاق ديال برشلونة، وخاصة الساحة الشهيرة بلاصة كاتالونيا، الرامبلا، بلاصة إسبانيا، البويرتو. هذو من المناطق اللي زعما البلاصة الشهيرة، ديك السوق اللي في بلاصة في الرامبلا، يعني من المناطق السياحية اللي كتعجبني في برشلونة. تحياتي ليك وتحية لكل مغاربة برشلونة. إذن في اتجاه شارع المامون، شارع المامون، يوسف التطواني كيبان لي خسر معنا اليوم كسول. على العموم ماشي مشكل، شتا هادي في اتجاه إذن نهاية شارع المامون وبداية شارع عبد الكريم الخطابي. تحية من سطات، تحية لكل متابعينا من سطات. الله يبارك فيك جو مبتر هنا. تحية الناس ديال سطات. هذا هو شارع الكريم الخطابي، هذا هو المسجد ديال حي الباريو في اتجاه سينما فيكتوريا. لا لا انت السي يوسف، حنا قلنا لك فين انت تعطلتي، قلنا لك فين. انا من قبل جامع مزوق وانت عارفني فين ماشي، من الحمامه وانا تنقول لك فين انا، يعني خصني نلقاك على الطريق. ما انك ما كاينش على الطريق يتعذر الاتصال المرجو انتظار لاحقا. محمد تحياتي ليك. الحمد لله، شكرا لله. طبعا الجو ممطر هنا في تطوان كما كتلاحظوا. فينك دابا السي يوسف؟ رجعونا عندك يا خويا، رجعونا عندك. فين تهبط؟ يالا يالا نتحدى وسيدي هاد السي يوسف اللي هبط وحنا دوزنا. يالا انا واقف هنا، قول لي فين انت، انا نجي عندك. يالا حنا بغيناك تدوز معنا، انت اول واحد اللي فايق متبع معنا. نجيب كيقول جامع مزوق كلشي ناعس حتى العشيه باش يخرجوا مرمضين وساخطين. الله ينعس الشيطان. العربي الله يرحمك، يرحمك الله، امين رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولك. في انتظار يوسف فين؟ وقول لي السي يوسف فين؟ يالا انا عادي نرجع. يالا سيدي ها انت عارف فين انا مع المقاطعه ديال الباريو، مسجد هذا اللي كان بليسيا ياك. صباح الخير جمال، حنا بغينا ندوزو معنا اول متتبع السي يوسف. يالا سيدي قول لي فينك انت، ها انت عارفني فين انا، ها المقاطعه ديال الباريو سيدي. يالا ها
يا لا سي يوسف، جاوبنا الله يرضى عليك. قول لي بالضبط فين؟ انا رجعت السي يوسف، انا نجيب الله يرحمك. معك معتكف يا اخي اللي قرش في نفس مياه، معك معتكف من تطوان، تحياتي لكم اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. سي يوسف قل لي فين يا اخي بالضبط، لان انت عارف نزول عند الرغبه ديالك. احنا رجعنا وبغينا اول واحد في رمضان اللي كان متبع معنا اللايف. دابا فينك السي يوسف؟ واش باقي كتنتظر ولا رجعتي تنعس؟ الله يبارك فيك، شكرا لك. زيد نيشان، ها حنا نيشان، دابا حنا في الهبطه ديال شارع المامون المؤدي الى جامع مزواق. اعطيني البلاصه، زيد انا زايد، كتب الزربه لان باش خصني نلقاك على الطريق. إذن متابعين، غادي نشوفوا هاد السي يوسف احد المتابعين ديالنا اللي بدا معنا اللايف منذ البدايه. نعرفكم دوكا، زيد فاين؟ زيد على جامع مزواق ياك؟ إذن متابعين، احنا مازال معكم في الجوله الصباحيه في انتظار بني ملان نمبر وان. نعم زيد، انا مع المطحانة دابا، انت عارف فين دابا. انا خصني نلقاك على الطريق السي يوسف، خصني نلقاك على الطريق. السيارة انا جاي وشاعل الانارة باش نبان لك من البعد. ها هو السي يوسف، ها هو السي يوسف وصل معانا، ها هو السي يوسف. اذا متابعي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم. السي يوسف ها هو وصل. ايوا واش مبروك السي يوسف؟ الله يبارك فيك اخويا، يوسفكم مبروكة. بديتي معنا، بديتكم انا بديتي معنا المباشر من البداية. نعم. كتفيق بكري؟ ضروري. انت ما كترمضمش؟ انا ما كنترمضم ما والو، انا فايق ناعس خدام. انت فايق ناعس، انت من سكان حي جامع مزواق؟ انا من سكان حي جامع مزواق، وكنتحدى ذاك الانسان اللي قال لك اسيدي هذوك ما تمشيش عندهم في الصباح، اجي عندهم حتى العشية. لا لا، حتى يضحكوا، حتى يضحكوا. شم ساعة تسحرت يا سي يوسف؟ تسحرنا مع السحور. شم ساعة؟ مع ثلاثة. وراك كنتي ناعس ولا في نعس؟ لا مع ثلاثة. دابا أنا خدام في القهوة، وأنت كتعرف دابا القهوة مشدودة كيتسمى. صافي دابا هادي هي الساعة النعس ديالنا حنايا. دابا أنت عاد تنعس ولا؟ عاد نعس. شم ساعة تفيق؟ غنفيق إن شاء الله مع ديك الجواية الظهر، نصليو عاود الظهر ونضربو شي دويرة عاود، نصليو إن شاء الله عاود العصر. انت يكون خير ان شاء الله. انت من المتابعين ديال شوف تي في دائما؟ دائما شوف تي في دائما، انا معكم اخي. الله يبارك فيك سي يوسف، شكرا لك، اول واحد اللي استضفناه في شهر رمضان. شكرا اخي، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، الله يعاونكم. شكرا بارك الله فيك، تحياتي لك. الله يبارك فيك. اذا المتابعين قناه شوف تي في، كما لاحظتوا سي يوسف التطواني اللي كان معنا في هذا المباشر دوس قبيله تمهنا، ولكن راه كان باقي ما وجدش راسو كما قلت. قلنا له البس عليه، تبارك الله على السي يوسف التطواني. وحنا رجعنا من جامع مزواق، غادي نمشيو في اتجاه طابوله. اذا كان السي نجيب مازال معنا في الاستماع، غادي نشوفوا ثاني واحد اللي متبع معنا هذا المباشر. اذا طبعا هذا السي يوسف عامل بالمقهى، يعني النادي طبعا، وانتم كتعرفوا المعاناة ديال هاد الفئة، الناس اللي كتشتغل في المقاهي وفي المطاعم، لان كاين الاقفال. معنى ان رمضان ما كاين مقاهي اللي دارت من ديك السبعة قبل الفطور وجدت الفطور الى حدود الثمانية، ولكن من واحد الناحية طبعا قال لك تسحر مع السحور ونورمال، لان راه مازال خصو عاد ينعس مسكين وكذا، ولكن في اطار المستملحة ماشي مشكل. نجيب مساء الخير حسن، تحياتي لكم وتحية لكل المتابعين الاوفياء. طبعا احنا في شوف تي في متابعينا كنديروا هذه الجولات، وهذه دائما يعني في الصباح، اي واحد او وحده غتكون تبع معنا المباشر يمكننا يعني نصادفوها او نصادفوه او الثانية والثالثة على حسب الطريق. ولكن بما ان السي يوسف
يعني درت تحدي كما قال شي واحد في التعليق قال المستمع الحلقه ولا اكثر قال لك لا ما تمشيش عندهم في الصباح حتى العشيه كيكونوا مرمضين. هو قال تيدير التحدي وهو راه باقي فايق وعادي يدخل ينعس طبعا لانه كيشتغل في المقهى كما سمعتوا. هادو بين المعاناه ديال هاد العمال ديال المقاهي والمطاعم. وكان نحيي هذيك المبادره الشبابيه اللي دارها واحد الشخص الاول وكاين كان فيها نقاش ودردشه انه شي واحد مشى للقهوه ونزل 300 درهم في ديك القهوه يعني كأداء ديال 30 يوم بما ان المقاهي ما عادش مفتوحه شهر كامل. هذاك السيد يعني في اطار معامله في اطار التضامن في اطار مجموعه ديال الامور قهوه اعتبر راسه ديك 30 يوم قهوه في النهار ما يشربش وعطاني ديك النادي 300 درهم يعني تخلص القهوه وتبقى له 29000 فرانك او 290 درهم ديال البوفوار ديالو. مزيان يعني بصراحه هو عمل خيري 100% وشجيعي وتضامني. الحمد لله احنا المغاربه معروفين بهذه العمليه. اذا من حي خندق زربوح بعد ما صفنا السي يوسف اول واحد اللي دردش معنا في هذه الجوله غادي نمشيو نوصلوا لطابوله. لقينا السي نجيب مرحبا، ما لقيناش غادي نوصلوا مع المسجد ديال طابوله ونديروا الدوره ونرجعوا للحمامه ثم نودعكم وغادي يكون غادي نقطعوا المباشر مع الحمامه لان بدينا هذه تقريبا اكثر من نص ساعه وانا معكم في هذه الجوله الصباحيه. صباحكم مبروك، نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا استمتعتوا معنا في اول يوم رمضان في هذه الجوله الصباحيه اللي غتكون عندنا بشكل يومي طبعا متتابعين. احنا في الطاقم ديال شوف تي في يعني كنلتزموا بالتوقيت والجولات الصباحيه كل مدينه وكل زميل في كل منطقه في كل اقليم. اذا هذه الاجواء الصباحيه من حي خندق الزربوح شارع الريف اتجاه حي طابوله. رمضان كريم سي عزيز سي نجيب، اذا كنت مازال معنا في الاستماع ومتبع معنا المباشر مرحبا، ما كانش تحياتي ليك وتحيه لكل سكان طابوله. لكن غادي نوصلوا مع المسجد وغادي نرجعوا كذلك في اتجاه الحمامه البيضاء. هاد المنطقه هي غوتي مرحبا بك معنا في برنامج شوف تي في. مرحبا سي يوسف التطواني وتحياتي لك اخي والله يعاونك وتدخل تنعس وارتاح مع نعاس وارتاح مع راسك تتفيق مع الظهر وادي صلاه الظهر ديالك والله يسهل لان هاد العمال اللي كيشتغلوا في المقاهي والمطاعم طبعا كما كنقولوا غيبقاو مدوخين في هاد رمضان صراحه. اذا نتمنوا والله ولا تعرف شي واحد اطار المعامله والتضامن نورمال. المغاربه الحمد لله معروفين يعني طبعا هادو الناس مجوجين عندهم وليداتهم عندهم الكراه عندهم بزاف ديال الحوايج. انا طابوله لكن عندي الشغل في البيت اي اذا عنده الشغل في البيت يقول نجيب الله يعاونك. اذا غادي مع بلا ما نطلع غادي نوصل للمداره ديال طابوله والعوده لمداره الحمامه البيضاء ونودعوا المتابعين ديالنا الاوفياء. شكرا لكم مبدئيا على التفاعل والتعليقات. سي نجيب تيعتذر العذر ديالو مقبول عنده الشغول في البيت. سي نجيب ياك ما كتقشر الحمص ديال الحريره عاد تنضحكوا معاك ما تقلقش علينا. وانا الشغل في البيت على الصباح قلت انا ربما يكون استعدادات الحريره ماشي عيب عادي. اذا دائما المتابعين احنا معكم على مستوى مارشي دو كرون وغادي نرجعوا نقول لكم الاجواء ديال المارشي في وقت لاحق. هذه الاجواء الصباحيه ديال تطوان. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونتمنى كذلك مزيد من الحيطه الحاضر. تنشوفوا اول حادثه تسير هنا كاين ديكا ماتريال كاين السلطات الامنيه والخبير والكونستاتور عفوا. اذا نتمنى مزيد من الحيطه والحذر. اذا من مدار الطابوله سي نجيب في هاد الطلعه هادي كنا غنوصلوا عنده ولكن كيعتذر ماشي مشكل عنده اشغال في البيت. مازال ما جاوبناش شنو نوع الاشغال. حنا قلنا واش كيقشر الحمص ما ضحك ولكن ما جاوبناش ماشي مشكل تيحتفظ بالاشغال ديالو. عبد الرحمن صباح الخير تيقشر سيدي هو قال لك لا تيقشر كلشي واخا سيدي بصحتك ماشي مشكل. اذا من السوق الجمله في اتجاه مدارة الحمامه البيضاء عبر مدارة الرمانه. اجواء ممطره هنا في تطوان جو جميل. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات كان معكم معتكف كالعاده. امل نلقاكم بخير في مباشر اخر. غادي نودعكم من هنا بهايقه للوقت القانوني ديال البرنامج انتهى ودخلت في وقت اخر ديال زميل اخر. شكرا لكم تحيه معتكف لكم اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. رمضان مبارك سعيد الله يدخل علينا الصحه والعافيه باش ما تمنيتوا الدعوات ديالكم. الله يشافي المرضى والله يرحم جميع اموات المسلمين. تحيه معتكف لكم نهاركم مبروك الى اللقاء.